أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. صلوات شكرا جزيلا للقارئ السيد حيدر جلو خان، وشكرا لكل هذه الوفود وهذه الحضور، والشكر لأهالي كربلاء والمواكب الحسينية على باقات الزهور المهداة إلى مقام سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب. الكلمة الآن لرئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق الدكتور حيدر الشمري، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
والصلاة والسلام على سيد الخلق رسول الله محمد المصطفى وعلى آله الأخيار وأصحابه المنتجبين الأبرار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس، فنعم الأخ المواسي لأخيه ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدتي ومولاتي زينب الكبرى وعلى النساء المخدرات ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا عين الحياة، عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. سادتي ذراري رسول الله، المشايخ الأفاضل، السادة الحضور، مع حفظ المقامات والألقاب، كل محفوظ بعالي قدره وعظيم مقامه، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبارك للعالم الإنساني والإسلامي ولادة الرحمة المهداة للعالمين الرسول الخاتم والصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وولادة الإمام السادس من أئمة المسلمين مولاي جعفر بن محمد الصادق. أعاد الله هذه المناسبة المباركة على بلدان المسلمين والعالم باليمن والخير والبركات والأمن والأمان. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. ينقل العلامة الطبرسي عن شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الذي هو من المفسرين والمحدثين المعروفين لدى أهلنا السنة، عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى، وأنا وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها. حتى قال: لو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى يصير كالشان البالي، ثم لم يدرك محبتنا أكبه الله على منخريه في النار، ثم تلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من أرض الغري أرض علي، ومن أرض بغداد أرض موسى والجواد، ومن أرض سامراء أرض الهادي والعسكري والمهدي، إلى أرض العطاء والفداء أرض القداسة كربلاء، أرض الإمام الحسين والمولى أبا الفاضل، إلى أرض سيدتي ومولاتي زينب بنت علي عقيلة بني هاشم. نتنقل بين هذه المحطات المطهرة لنلتقي في هذا الجمع الإيماني للاحتفاء بمنجز عراقي تم في مصنع السقاء التابع للعتبة العباسية المقدسة، صناعة شباك ضريح السيدة الحوراء زينب الكبرى عليها الصلاة والسلام، بأيدي خدام أبي الفضل العباس عليه السلام. فمع كل رسمة زخرفية ومع كل خط حرف عربي وضربة مطرق فني، كان الولاء حاضرا لتمتزج الخبرة مع المودة
وينصهرا في بودقة العشق الإلهي لتتولد تحفة فنية هي محط افتخار واعتزاز لنا جميعا. فكأني بفرقة العباس بن علي بن أبي طالب في كربلاء تعود اليوم لتنقل هذا الشباك المبارك على أجنحة ملائكية لتؤكد استمرار الكفيل أبا الفاضل بكفالته لأخته الحوراء زينب وحماية خدرها وسترها وعلو شأنها، فهي الحوراء بنت علي وفاطمة وأخت سيدي شباب أهل الجنة والمولى أبا الفضل. فالمكان كربلاء من رحاب المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، والمستقر في الشام ليتكرر القدر فيحاكي ذلك المشهد الأليم الذي يعبر عن العلاقة الروحية بين السيدة الحوراء وكفيلها في طف كربلاء، والتي ظهرت منذ ولادته، فهي التي أتت به عند ولادته إلى أبيها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليقيم عليه سنن الولادة من الأذان والإقامة في أذنيه اليمنى واليسرى، ومن التسمية وجعل الكنية واللقب له. ثم سألت أباها عن اسمه فقال لها إنه عباس، وعن كنيته فقال إنه أبو الفضل، وعن لقبه فقال إنه قمر بني هاشم وقمر العشيرة والسقاء. فقالت عليها السلام متفائلة: أما اسمه عباس فهو علامة الشجاعة والبسالة، وأما كنيته أبو الفضل فهو آية الفضل والكرامة، وأما لقبه قمر بني هاشم وقمر العشيرة فهو وسام الجمال والكمال والصباحة والوجاهة. ولكن يا أبه، ما معنى أنه السقاء؟ فقال لها أبوها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقد استعبر: إنه ساقي عطاشا كربلاء، وقص عليها شيئا من حوادث عاشوراء، فأجهشت السيدة زينب عليها السلام بالبكاء لما سمعت ذلك. فهدأها أبوها بقوله: بنية زينب، تجلدي واصبري، وخذي أخاك إلى أمه، واعلمي أن له معك موقفا مشرفا وشأنا عظيما. فكان ما كان من أبي الفضل العباس عليه السلام أن وهب كل ما يملك روحه الزكية لله تعالى في نصرة إمام زمانه الإمام الحسين عليه السلام، وإعلاء لكلمة الحق الإسلام المحمدي الأصيل، والشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان من خلال التمسك بالثقلين اللذين تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله لنا، ووعدنا بأنهما لن يفترقا حتى يرد عليه صلى الله عليه وآله الحوض، وهما كتاب الله وعترته أهل بيته الطيبين الطاهرين. واليوم رحلة الشام من كربلاء مصحوبة بالهمة الحسينية والغيرة العباسية، تصاحبها آيات العهد والولاء، على أن زينب عليها السلام ما زالت رغم بعد المسافات تنالها بركات إخوتها، ومنها هذا الشباك المبارك لينتقل على أكتاف الموالين العاشقين نحو جبل الصبر الأشم في ريف دمشق
وبهذا سيبقى أبو الفضل يكلل بظلاله هناك. ولله در الشاعر الذي قال: وحارس الركب حما زينب كفيلها المقدام ما أبهاه، من يكفل الحوراء فهو الذي والدها لعزها رباه، إذ لا فتى إلا علي العلا وأنت في عليائه فتاه، وحيدر سيف إله السما فقاره الغالب في مداه، وذو فقار السبط عباسه ضرغامه المجير من عداه. نعم أيها الإخوة الأحبة، قبل أيام عاش الموالون إحدى ملاحم المودة في القربى قربى رسول الله صلى الله عليه وآله في مسيرة الأربعين، فقد شهد العالم كله توجه الملايين إلى كربلاء، لأن شعار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى عالم النور هو الخير والصلاح والهداية لإخراج الإنسان من جميع الظلمات والحجب إلى عالم النور والهداية لإخراج الإنسان من تلك الظلمات إلى الطريق المستقيم والصراط القويم، إذ كانت رسالته تحمل أهدافاً رسالية لبناء الإنسان، منها ما يعمل باتجاه إصلاح العلاقة مع الله تعالى، ومنها ما يعمل باتجاه إصلاح العلاقة مع العبد. واليوم يتجدد لقاؤنا للاحتفاء بملحمة أخرى، عندما أصر الخدم على ولادة هذا الشباك المبارك بحلته الجديدة، والذي اكتنز بمختلف الفنون واختزل معاني الإبداع في كل مرحلة من مراحل تصنيعه ليرى النور، فهو بحق من دواعي الشرف والسرور أن مكن الكرام أن مكن الله تعالى الكرام من تجديد شباك ضريح العقيلة عليها السلام، ليكون أحد الرموز الشريفة الدالة على بيت الرسالة ونور الجلالة وشجرة النبوة ومعدن الصفوة. فاليوم لسنا في محل استبدال قوالب خشبية وقطع معدنية وذهب وفضة، بل هو إبراز لمصاديق الولاء وإرث لخاتم الأنبياء وامتداد لمنهج سيد الأوصياء وعنوان لطهر سيدة النساء، إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونهج علي عليه السلام. وبالتالي لا يمكن لهذه المعاني السامية أن تحدد بضريح أو بناء، لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم أبواب الله التي منها يؤتى. فهنيئاً لمن تبرع ولمن شارك في هذا المشروع المبارك، لا سيما سماحة العالم العامل السيد أحمد الصافي دام عزه وتوفيقه المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، وسماحة الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى آل ضياء الدين، ومجلس إدارتها الموقر ومدراء الأقسام المعنية، وكل الخدم الكرام المشاركين بقلوبهم وألسنتهم وأياديهم المباركة. وهنيئا لمن بذل من ماله لإخراج لوحة متناغمة غاية في الجمال والروعة، ووضع الشباك على ضريح السيدة الطاهرة المطهرة الحوراء زينب الكبرى عليها السلام، إكراما لمقامها الشريف وإعلاء لشأنها عليها السلام. فقد بذلت ما بذلت من أجل نصرة الله ونصرة نبيه، ولله در العلامة الجليل
السيد رضا الموسوي الهندي رحمه الله عندما قال: إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. نعم، لقد عانت ما عانت سيدتي ومولاتي زينب من أجل إعلاء كلمة الله ودين الله الإسلام، لذا فإن الله تعالى قد أعلى شأنها في الدنيا كما هو حالها في الآخرة. نسأله تعالى أن يتقبل من الجميع ويوفقنا للسير على نهج النبي المختار وآله الأطهار. اللهم احفظ بلاد المسلمين وأهلها وعتباتنا المقدسة ومزاراتنا الشريفة وزائريها والقائمين عليها والمتشرفين بخدمتها، واحفظ اللهم المرجعية الدينية لا سيما تلك الشيبة الكريمة الجليلة المقدسة لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلواته وسلامه على رسوله وآله دائما سرمدا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور حيدر الشمري رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق على كلمته هذه. هي زينب بنت الهدى بحر المكارم والندى، وهنا أناخت رحلها ليكون دوما مقصدا. واليوم صاغ كفيلها شباكها متفردا، وأتى به من كربلا بالمكرمات مؤيدا، والروح طل مكبرا والكون هلل منشدا. بيت الختام قد احتوى تاريخ صرح شيدا، شباك مرقد زينب عند الكفيل تجددا. كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يلقيها الأمين العام السيد مصطفى ضياء الدين، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. الحضور الكريم، مع بالغ الاعتزاز وفائق الاحترام للمسميات الكريمة والألقاب الشريفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة الكرام، غير خاف إن الإيمان بالمقدسات هو أول دافع يجعل المسلم يحافظ عليها ويدافع عنها مثلما يحافظ ويدافع عن أرضه وعرضه. لذلك كانت من أولويات مبادئنا التي نؤمن بها، وصارت أول ما يستهدفه الأعداء والطامعون. ولهذا كان نصب عين خطابات مرجعيتنا العليا أدام الله ظل سيدها الإمام علي الحسيني السيستاني، ووجدناها حاضرة في خطاباتها التي حافظت بها على أمن العراق وأمانه، لا سيما فتوى الدفاع الكفائي عندما أفلت شمس العراق أو كادت، واستشرى الشر وأحاط به، حيث قال: اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هي الدفاع عن حرمات العراق ووحدته وحفظ الأمن للمواطنين وصيانة المقدسات من الهتك. نعم، إن مقدساتنا جزء لا يتجزأ من هويتنا الإسلامية والإنسانية، وهي من عناوين معتقدنا ووجودنا. ومن المقدسات في هذا السياق الأضرحة المشرفة لأهل البيت عليهم السلام، التي جعل الله أفئدة الموالين تهوي إليها وأصبحت جزءاً من وجودنا الإنساني، وعنواناً يشدنا إلى ديننا ويجذبنا إلى فلك رسالاته السمحاء، وترجماناً لانتمائنا لها وولاءنا لنبينا حباً به وسداداً لأجر رسالاته التي جعلها الله في مودة أهل بيته عليه وعليهم صلوات الله وسلامه، حيث ورد في مروياتنا إن النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام عندما سأله عن فضل وأجر من زار قبور أهل البيت عليهم السلام وعمرها وتعاهدها، قال: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن إليكم وتتحمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله مودة منه لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهم زواري غدا في الجنة. يا علي، من عمر قبوركم وتعاهدكم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس. ثم أضاف صلى الله عليه وآله: فابشر وبشر أوليائك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الأخوة، عندما يكون الحديث عن مفخرة الإسلام وفخر مخدرات نساء السيدة زينب عليها السلام، فإنه سيكون شكلاً من أشكال المناجاة المحمدية. نستحضر معه عبق الرسالة مدفوفاً بكل ما هو نبيل وأصيل،
حيث داهمتها الأحداث الرهيبة المروعة، وما كان من شيء سوى العز والكرامة، وتوالت عليها المحن فتجرعت المصاعب القاسية، فما كان منها سوى الصبر الجميل، وابتليت بالرزايا الجسام فما استسلمت، وحاصرتها الوحدة وقلة الناصر والمعين فما استوحش الطريق الحق، وشاهدت بطش الظالمين فما وهن لها ركن، وما ضعفت لها عزيمة، وما خضعت لغير بارئها جل وعلا، وفقدت ما فقدت مما عز مثاله وانعدم نظيره، وهي تقول الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه. إنها صوت الإسلام الحقيق وترجمانه الخالد، الذي يريدنا أن نعيش أحراراً ونموت أحراراً، ونفهم إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعمتنا الكبرى وذخيرتنا في دنيانا وآخرتنا. فلنتعلم درسها الخالد، وهو الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه، وكأنها تردد بصياغة كونية أخرى قول أخيها عليه السلام: ماذا وجدت من من فقدت، وما الذي فقدت من وجدك. صلى الله عليهم أجمعين. الحمد لله على نعمة نبيه وآله الطيبين الطاهرين. لذلك ندرك تماماً إن خدمتها ما هي إلا خدمة صالحة في درب خدمة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، واستعادة لكل كنوزها ومدخراتها، وهي ترديد لدروس الإسلام الخالد، وندرك إن في ذلك أجراً وثواباً. وندرك أيضاً إن خدمة زائريها الكرام يصب في الهدف ذاته، وتجعل جذوة الرسالة متقدة منيرة. وهذا في صميم عمل العتبة العباسية المقدسة في هذه المناسبة، إذ سعت إلى تقديم هذه الخدمة لضريحها المطهر من خلال إهداء هذا الشباك إلى حرمها الطاهر، ملتمسة بهذا تجسيد رؤيتها ورسالاتها في تعمير المراقد، وتعاهدها طلباً للأجر وترسيخاً لرؤية المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، في إعادة الثقة بالعقل العراقي وقدرته على الابتكار، وأحياء لمقولة صنع في العراق، تلك المقولة التي انحسر تداولها بفعل المنتج الأجنبي. أيها الأخوة، نقدم لكم اليوم مفخرة جديدة من مفاخر الصناعة العراقية، هذه التحفة البهية، شباك السيدة زينب عليها السلام، مصنوعاً بأياد عراقية وبقدرات عراقية، ومن أخوتكم خدام العتبة العباسية المقدسة. وكأننا نقول إن درس الأخوة، وكأننا نقول إن درس الأخوة الذي استنبته مولانا العباس عليه السلام وأخته السيدة زينب عليها السلام في تربة كربلاء، أزهرت اليوم هنا في الشام بعنوان آخر، لأخوة العراقيين والسوريين، وهم معا يجددون العهد للعباس وزينب عليهما
السلام بالسير على نهج الرسالة الخالدة واستعادة دروسها وفهمها وترجمتها بوسائل شتى. نشكر هنا إمامنا المرجع الأعلى السيد السيستاني أدام الله ظله الذي لولا رعايته وثقته بنا لما نجحنا في تجسيد رؤيته الداعية إلى الأخوة والسلام بين الشعوب وبين بني الإنسان أنا كان وحيث كان. كما نشكر وكيل المرجعية العليا سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه الذي تعهدنا بالدعم والرعاية، ونشكر كل من ساهم معنا سواء بتبرع كريم أو بجهد أو بوقت، أخص خدام العتبة العباسية المقدسة في قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها المطهرة، ونشكر أخوتنا الذين سبقونا بالقدوم إلى هنا لإكمال نصب الشباك الشريف ومن رافقنا، والشكر موصول إلى جميع الجهات الرسمية والأمنية وغيرها والتي وقفت لتسهيل مهمة نقل الشباك الشريف من العراق إلى سوريا، كما ونشكر فرقة العباس عليه السلام القتالية التي تولت هذه المهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشكرنا الخاص إلى السادة الأفاضل والمشايخ الكرام من الحوزة العلمية الشريفة والسيد رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق والسيد محافظ كربلاء والسادة الأمناء العامين وممثلي العتبات المقدسة والهيئات والمواكب الحسينية عامة وأهالي كربلاء خاصة وكل السادة الحضور، وكذلك نشكر إدارة وخدمة العتبة الزينبية المقدسة على تعاونهم وتفاعلهم لإنجاز هذا العمل. وفق الله وفقهم الله لدوام نعمة الخدمة. كما ويجدر بنا أن نسجل موقفاً مشرفاً للأحبة الذين تحملوا مشقة السفر وطول الانتظار في المنفذ الحدودي البري ولم يلثنوا بل أصروا على تحمل ذلك من أجل المشاركة في هذا الحدث التاريخي، فلله درهم وعليه أجرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للأمين العام للعتبة العباسية المقدسة على كلمته. لم يرد الشباك هدية باسم أبي الفضل العباس إلى مرقد الحوراء لوحده، بل ورد معه قطعة مرمر جاور الضريح أبي الفضل العباس قرابة 60 عاماً لتجاور ضريح ومرقد الحوراء زينب وتشم بها عطر أخيها وكافلها، وقد زبر عليها على مرمر من روض عباس: نزبر صناعة شباك بزينب يزهر، وقد ساغه وقد صاغه السقاء في أرض كربلاء وحط به في الشام، وهو يكبر ليعلن عن نصر لثورة منحر بها زينب الحوراء في الشام تهدر، وإنجازه قد تم ف
في عهد مرجع علي حسيني به الصبح يسفر وباسمك فين الخدر. قلت مؤرخا لزينب شباك به النجم يفخر. مع عطر الشام وأدب الشام وشعر الشام، مع قصيدة من هذه الأرض التي نحن والله لا أستطيع أن أقول ضيوف بها مع أهل الشام، يعني نحس أننا بين أخوتنا وأهلينا بضيافتهم وكرمهم، ولكن مجازاً نقول ونحن ضيوف على أهل الشام الذين أكرمونا. مع الشاعر السوري الأستاذ زكي النوري، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. رفع الله مقام من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا زينب العقيلة، السلام عليك أيتها الهاشمية النبيلة، السلام عليك أيتها السيدة الجليلة، السلام عليك أيتها المكفولة الكفيلة. على بابك سيدتي وقف العظماء والعلماء والخطباء والأدباء والشعراء، وها هو اليوم يقف الذهب على أعتابك يستأذن بالدخول، وكيف لا تأذنين وهو هبة وهدية العباس الكفيل. أتى ليقبس من أنوارك الذهب، أتى ليقبس من أنوارك الذهب، فمنك لا منه شعت هذه القبب. أتى ليقبس من أنوارك الذهب، فمنك لا منه شعت هذه القبب، محملا بأريج الطف من عبق عليه عطر حسين راح ينسكب. أتى ليقبس من أنوارك الذهب، فمنك لا منه شعت هذه القبب، محملا بأريج الطف من عبق عليه عطر حسين راح ينسكب. أتى يلوذ بقبر جل ساكنها فيها السماء ووحي الله والكتب، أتى يلوذ بقبر جل ساكنه فيه السماء ووحي الله والكتب، فيه النبي وآل المصطفى رقدوا ولا يرد على أعتابه طلب. يقول يا زينب الحوراء أنا هبة، أتقبلين من العباس ما يهب؟ أتى يلوذ بقبر جل ساكنه فيه السماء ووحي الله والكتب، فيه النبي وآل المصطفى رقدوا ولا يرد على أعتابه طلب. يقول يا زينب الحوراء أنا هبة، أتقبلين من العباس ما يهب؟ ما الدر ما الذهب الأصفى، ومنك هنا تقدست وزكت في قبرك التراب. ما الدر ما الذهب الأصفى، ومنك هنا تقدست وزكت في
في قبرك الترب ما الحرف ما النثر ما الأشعار إن وصفت وما المعاني وما خطوا وما كتبوا ما العز ما السؤدد العالي وأنت لنا ما المجد ما الشرف الأعلى وما النسب ما النور وما القمر الوضاء سيدتي ما الشمس ما الكوكب الدري ما الشهب فأنت نور علي والبتول معا والنور بالنور لا يخفى ويحتجب. ما النور ما القمر الوضاء سيدتي ما الشمس ما الكوكب الدري ما الشهب فأنت نور فأنت نور علي والبتول معا والنور بالنور لا يخفى ويحتجب. طويت نحوك درب الحب أقطعه طويت نحوك درب الحب أقطعه خطوي يسير وقلبي شائقا يثيب. قطعت نحوك درب الحب أقطعه خطوي يسير وقلبي شائقا يثيب يكاد يسبقني من فرط لوعته إذا تبدت لعيني هذه القبب ولاح منها جلال الحق مؤتلقا ولاح منها جلال الحق مؤتلقا وراح يلمع في أرجائها الذهب فيلهب الشوق مني كل جارحة وكل جانحة بالعشق تلتهب. أموت صبا وقربي أنت سيدتي وكل من مات يحيا حين يقترب. فيلهب الشوق مني كل جارحة وكل جانحة بالعشق تلتهب. أموت صبا وقربي أنت سيدتي وكل من مات يحيا حين يقترب. مليكة الشام بالأشواق قد وفدت تهفو إليك قلوب العجم والعرب. مليكة الشام بالأشواق قد وفدت تهفو إليك قلوب العجم والعرب. جمعت في روضك الدنيا بأجمعها يا آية الله لا سر ولا عجب. مليكة الشام بالأشواق قد وفدت تهفو إليك قلوب العجم والعرب. جمعت في روضك الدنيا بأجمعها يا آية الله لا سر ولا عجب. رأيت كل جميل في الطفوف جرى على الحسين وراح الكون يضطرب. رأيت كل جميل في الطفوف جرى على الحسين وراح الكون يضطرب. رموه في الطف مذبوحا بلا كفن رموه في الطف مذبوحا بلا كفن وأنت في الأسر نحو الشام حين سبوا. فكربلاء غدت عرش الحسين علا وأنت في الشام صرح النصر ينتصب. رأيت كل جميل في الطفوف جرى على الحسين وراح الكون يضطرب. رموه في الطف مذبوحا بلا كفن وأنت في الأسر نحو الشام حين سبوا. فكربلاء غدت عرش الحسين علا وأنت في الشام صرح النصر ينتصب. تالله ما أشرقت بالحق شمس هدى إلا إليك بنور الحق تنتسب. تالله ما أشرقت بالحق شمس هدى إلا إليك بنور الحق تنتسب. ولا أناخ بهذا الروض ذو تعب إلا استراح فلا هم ولا تعب. تالله ما أشرقت بالحق
الحق شمس هدى إلا إليك بنور الحق تنتسب، ولا أناخ بهذا الروض ذو تعب إلا استراح فلا هم ولا تعب ولا رجى. الله محتاج بحاجته إلا أجيب على أعتابك الطلب، في الشام صرحك يبقى للهدى علما وللورى كهف أن إنهم رغبوا. يا بنت أم أبيها حرت في كلمي، فأنت أم أخيها إنه العجب. في الشام صرحك يبقى للهدى علما وللورى كهف أمن إنهم رغبوا. يا بنت أم أبيها حرت في كلمي، فأنت أم أخيها إنه العجب. إليك سيدتي حرفي وإن قصرت فيه المعاني وقل الوجد والأدب. إليك سيدتي حرفي وإن قصرت فيه المعاني وقل الوجد والأدب، أتيت نحوك أنت القصد في هدفي، وما بغيرك لي هدي ولا رغب، ولي يقين ولي رجوى ولي أمل بأنك الجود لا شك ولا ريب. أتيت نحوك أنت القصد في هدفي، وما بغيرك لي هدي ولا رغب، ولي يقين ولي رجوى ولي أمل بأنك الجود لا شك ولا ريب. إن لم تكوني إلى النعمى غدا سببي، إن لم تكوني إلى النعمى غدا سببي، فمن سواك إلى النعمى هو السبب. أهز أهز شباكك الميمون في وله، لعل منه غدا تساقط الرطب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للشاعر المبدع زكي النوري على هذه القصيدة الرائعة والإلقاء المميز. ونبقى الآن مع مشاركة للرادود الحسيني القدير الملا قحطان البديري، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. يا كف عباس، يا كف عباس طرز قبرها خيما، وانصب ذراعك في أكنافها علما. كف عباس وزغرف الماء وارصفه بمرقدها، واكتب على الماء إنا لا نموت ظما. يا كف عباس واشبك من أصابعك المؤنقات ضريحا واغزل على تعب السبي المرير لها عباءة، واكسها برد العقيق دما. يا كف عباس خدام الكفوف هنا 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 لزينب منك جاءوا بالضريح. وما هذا ضريح كما يبدو، فقد جلبوا لها القرابة
وبلوا للحسين فما جاءوا به غيمة كي تستظل بها أيتام آل علي في الورى نعما. شعرها يا أخي وحبيبي الشيخ حسين الأكرم هدية ويا الخدم ودالها العباس هدية كربلاء وبجفوفة عطرها مكسورة الخاطر ما تظل بالشام لأن عباس هل يجبر بخاطرها وفد باسم الكفيل الخدم والأبطال وهندسة الدمع هي وكوادرها والخدام والعمال والسادات والزوار والناس ومشاعرها. والخدام والعمال والسادات والزوار والناس ومشاعرها أخو مدلل اختب كل وقت ويصيح جفوف الخدمة الحوراء ناذرها حزين أورادك تفرحين بالشبات البيريحة أخوك وكربلة وسرها والشبات يحمل كلمة للعباس وهاي الكلمة بس قلبك تفسرها أخوك بكربلة لكن تحت يمناك الأميرة الخادم 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 ينفذ أوامرها. وصيت الخدم توقف بالاستعداد تتأكدون من النسمة لتمرها خدم رهن الإشارة اشتامرين يصير عيونك ما أريد البكي سهرها رغد نامي وبعد كف الدمع يمعون دمعك يلتم عيوني ونواظرها يا زينب لا يظل بالك جفوف بخير ترى الراية لحد الآن ناشرها يا اخت حسين سلمي على بنت حسين على بنت حسين يا اخت حسين سلمي لي على بنت حسين صغيرة وجرح ابو السجاد كبرها واطلب نظرتك اطلب نظرتك عالصنعة والشبات الخدم هاليوم باسميك لازم اشكرها. شكرا جزيلا للرادود المبدع قحطان البديري شكرا لشعراء هذه القصائد الرادود والمنشد الكبير الشيخ حسين الأكرف والشاعر والشعبي للشاعر المبدع محمد الفاطمي. قف قف ها هنا خدم الكفيل وجنده قف ها هنا خدم الكفيل وجنده قد أبرقوا عزما فأبرقت الضبا ساروا إلى شام ومرقد حرة في ظل شباك لها يعلو الربا بالخمسة الأنوار أقسم صادقا وهم منار الكون أصحاب العبا خدام راعي الجود قد شقوا المدى مذ أن سقاهم عذبه رمز الإبا خذ خمسة شباك زينب أرخوا بوفاء خدام الكفيل تنصبا خذ خمسة
شباك زينب عرخوا بوفاء خدام الكفيل تنصبا. يم الخدر يم الخدر وام الشرف والناماس، فزع اليوم جينا بعزم ما ينقاس. عد عينات صحنا وانت تاج الراس، واحنا اللي يسمونا خدم. عد عينات صحنا وانت تاج الراس، واحنا اللي يسمونا خدم عباس. جبنا لك ضريح مصنع الاحساس، وبيوم ولد سيد جميع الناس. تم تنصيبه واصبح للمحب نبراس. ها وراح الزوار، ما اسمع، ها وراح الزوار يقصدون، راح الزوار. ونبقى في رحاب الشعر والشعراء، ومع قصيدة للشاعر المبدع محمد الفاطمي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليك سيدتي ومولاتي يا زينب الحوراء، ومن خلالك آلاف التحايا والسلام إلى كل الحضور بكل المقامات والذوات المحترمة. مرة أخرى أحييكم بتحية الإسلام العطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نستثمر الوقت التهاني والتبريكات باسمكم إلى مقام صاحب العصر والزمان، وإن شاء الله القصيدة التي ستقرأ هي هدية إلى رسول الله عليه أفضل وأزكى الصلاة والسلام، فلذكره ارفعوا أصواتكم كتحية له ولحفيدته الكبرى زينب بأعلى أصواتكم. الصلاة على محمد وآل محمد. أسرى قصة الشباك، أسرى بخدام الكفيل إمام، ها هم بصحراء الحياة غمام. أسرى بخدام الكفيل إمام، ها هم بصحراء الحياة غمام. كان انطلاق قلوبهم من كربلا، ويطير من تلك القلوب حمام. فتطايرت عند المطار دموعهم فرحا، ورفت في السماء أعلام. ومن العراق إلى دمشق دموعهم تجري، ودمع العاشقين غرام. جاءوا لقبرك يحملون أمانة، عن حفظها كيف الجفون تنام. من صحن عباس الكفيل سلام، جاءوا به الأبطال والخدام. صنعوا لك الشباك في أحلامهم، وإذا بها تتحقق الأحلام. صنعوه من ذهب الدموع بكربلا، وبصنعه كان العزاء يقام. وكفضة الشباك تلك جهودهم، فتضافرت في مدحها الأقلام. حتى تنصب في الضريح فإنه للعالمين رسائل وكلام. ما زال عباس الكفيل كفيلها، ما زال يحرس خدرها الضرغام. ما زالت العينان تحرس ظلها، حتى وإن في المقلتين سهام. ما زال كف للكفيل كأنه سيف، وظل راية وخيام. ولفرقة العباس دور حماية، فسلاحهم حول الضريح حزام. ثبتوا رجالا والقلوب شواهد، وثبات قلب المؤمنين حسام. شهدت لهم سوح
روح القتال وحربها حتما تقر بذلك الأيام. فهناك من يدعو لهم بصلاته، هو مرجع، هو للسلام سلام. لبيك يا حوراء، لبيك يا زينب، لبيك يا حوراء كان نداؤهم، لبيك يا حوراء كان نداؤهم. لا، لن تعود لسبيك الظلام، تبقين في عين الجميع أميرة، وقصورهم عبر السنين حطام. فلينظروا للقبر في عين المدى، هو للشموخ وللخلود مقام. قبر ملائكة السماء تحفه، وكذا يحف منارتيه إمام. رغما على أنف السياط وزجرها، صارت تقبل راحتيك الشام. واليوم أيدي العاملين خادمكم. شيخ نكمل خادم. لبيك يا زينب، لبيك يا حوراء كان نداؤهم. لا، لن تعود لسبيك الظلام، تبقين في عين الجميع أميرة، وقصورهم عبر السنين حطام. فلينظروا للقبر في عين المدى، هو للشموخ وللخلود مقام. قبر ملائكة السماء تحفه، وكذا يحف منارتيه إمام. واليوم أيدي العاملين تشرفت، وتشرفت بترابك الأقدام. وضعوا لك الشباك وهو بحجمه، للعالمين رسائل وكلام. صنع عراقي وبصمة كربلاء من خنصر، وتعجب الإبهام. أرد أكمل القصيدة خادمكم، اسمحوا لي أكمل براحتي خادم. تبقين في عين الجميع أميرة، وقصورهم عبر السنين حطام. فلينظروا للقبر في عين المدى، هو للشموخ وللخلود مقام. قبر ملائكة السماء تحفه، وكذا يحف منارتيه إمام. رغما على أنف السياط وزجرها، صارت تقبل راحتيك الشام. واليوم أيدي العاملين تشرفت، وتشرفت بترابك الأقدام. وضعوا لك الشباك وهو بحجمه، للعالمين رسائل وكلام. صنع عراقي، صنع، 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 وبصمة كربلاء من خنصر، وتعجب الإبهام. فلتنظري، فلتنظر الشباك، تلك حوائج لاذت كما لاذت بك الأيتام. تقضى حوائجهم فأنت كريمة، وبكفك الإحسان والإكرام. وسيرجعون إلى الكفيل أعزة، وعلى الصدور قلائد ووسام. هذه رسائلهم ومسك ختامها، من قلب عباس الكفيل سلام. وكأن زينب قد أجاب أنينها، هاجت بي الأحزان والآلام. أمان برقبتك يلتوصل للعباس، قل له بخير زينب بس بقت بالشام، ما مسبية بس انسبت من فرقاك.
وما محتاجة شي، محتاجة بس خيام. قلة تقول ظهر انكسر مثل حسين، وخفت قماط عبد الله الرضيع حزام. بطف اسود مشيت وذكرياتك بيض، ووراي سياط تمشي وروسكم جدام. واركض مدري اركض، هن لهفه وخوف، وانا لعنها رحيلي وما تعين جدام. اصد لجروحي والقب كل جرح عباس، ونظرات الشمات على الغريب سهام. قلنا تقول ظل زينب بطاريك، زينب ما تذكرك مثل هيك ايام. من ماتت رقية احتاجتك جناز، اش عجب عباس ما داس على جرحه وقام. مو قصدي العتب بس قلنا للعباس، اللي تعاتب اخو معذورة لو تلام. الهضمني بغيبتك بس ضحكت الشمات، او عرس بالشامك وبس مو عرس جسام. والف عاشور فقدك بيا بس الناس، عيد البعض عدها والبعض صيام. افراقك يا ابو فاضل كلفان متون، ما تنشايل الطف وما تنشايل شام. عباتي على المتن لا مو سواد الصوت، او قصد حجي تعرفه وتدري قلب جضام. يجين الليل واذكر ذاك ليل وياك أميرة، وكان حتى الهوى من الخدام. وليل الغربة شامت، ليل الغربة شامت كل نجوم سنون، بي حتى القمر لابس ضواه الثام. وانا بوحش الدرب كل خطوة كانت شيب، والمضيعة علي تشوف الدروب اصنام. اقعد واقف خاف الاطفال تضيع، وما ادري احسب فراقك احسب الايتام. احسب روسكم لا روسكم تنباق، لان شفت العيون تبوق بالاحلام. واكو عشرة عطر، اكو عشرة عطر بين الورد والماي، الندى من ينجرح قلب الورد ينضام. قله تقول، قله تقول لا يظل بالك احنا بخير ومرتاحين، لا تقله بخراب النام. مرتاحين لا تقله بخراب النام. شكرا جزيلا للشاعر المبدع محمد الفاطمي على كلماته وقصيدته. تقله تقله زينب ادري بيك خويا، رضعتك نيبه يا شبل الغضم فر حيدر الهيبه. وهذا اليوم عيد وانت تدري به، يا لصانع ضريحي وشفك يجيبه. وما يخلف شفك بوعوده، ما يخلف شفك. يجاوبها يقولها شنو الشباك يا اختي، روحي لك عالدوم، لازم كافلك يرعاك عالملزوم. انا اللي سقيت الماي في ضدموم، عد عيناك شباجك اجاج اليوم. وياه الراية المنشودة، وياه الراية. ونبقى مع قصيدة للشعر الشعبي مع الشاعر كرار حسين الكربلائي. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. سيدي يا صاحب الزمان، مولاتي زينب الكبرى، الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجفوفي قبل بانيلك خيام، رسالتان، الأولى من أبي الفضل العباس والرسالة الثانية من السيدة زينب. تقل بجفوفي قبل
باني لك خيام الهوى ما مر عليك بذيك الايام بجفوفي قبل باني لك خيام الهوى ما مر عليك بذيك الايام وقالوا للضريح يريد شباك وإلش دقيت صدر الشايل اسهام قالوا للضريح يريد شباك وإلش دقيت صدر الشايل اسهام قلت شباك هم نضوع القصار المثل زينب بقلب لازم تنام وأول ما بدوا خدام يمعون ترى كانت جفوف المشرف العام قلت لهم اكتبوا اسمي على الباب بلكت قلب زينب ينسى الآلام بلكت تنسى كلمة كافل طاح وانا عندي وصية هنا يا خدام ويا الذهب حط تراب الحسين ترى مفارقته مر فوق الالف عام وانا عندي وصية هنا يا خدام واول ما بدوا خدام يمعون ترى كانت جفوف المشرف العام قلت لهم اكتبوا اسمي على الباب بلكت قلب زينب ينسى الآلام بلكت تنسى كلمة كافل طاح وانا عندي وصية هنا يا خدام ويا الذهب حط تراب الحسين ترى مفارقته مر فوق الالف عام اخر لحظة عتل اخر لحظة عتل كانت تصيح الحق على الخيم وحسين ما قام السحقت صدره عشر قيول شي يقوم وحافر والصحافر رغب العظام وانا على النهر عاتبت الجفوف ما ركضا عليك وصار الخيام كنت عايش وفي تارس القاع والليل بخيمنا مأمن ينام الشمس تاخذ مراده ولسمة تروح وظلك ما تشوف حتى الأحلام متتيم النهر شي ما جبت ماي استحيت أرجع لك وبجربة سهام متتنمر ركضت وطولك انشاف ومتتمرتين من ودوش للشام متت لما ركضت وطولك انشاف ومتتمرتين من ودوش للشام ومن ذاك الوقت محتار شنطيج يلي تكفلت بعد بأمر الأيتام ظل قبرك بعيني وعين الحسين وشباكك هدية بدال الخيام خادمك عمي خادمك بوي خادمك متتيم النهر شي ما جبت ماي استحيت أرجع إلك وبجربة سهام متت لما ركضت وطولك انشاف ومتت مرتين من ودوش للشام ومن ذاك الوقت محتار شنطيج من ذاك الوقت محتار شنطيج اللي تكفلت بعد بأمر الأيتام ظل قبرك بعيني وعين الحسين وشباكك هدية بدال الخيام السيدة زينب شافت الشباك اجا وقالت له هلا 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 بريحة أخوي الكل حنية هلا بريحة أخوي الكل حنية ولتسولف بيارغ هل بطارية مو شباك أشوفك خيمة من عباس عدلة وبيت زينب قاعدة فيه هلا بريحة أخوي الكل حنية ولتسولف بيارغ هل بطارية مو شباك اشوفك خيمة من عباس عدلة وميتة زينب قاعدة فيا الضوء منا انخلق والقمر شام بليل ولو سولف بليل تصير صبحية انا اخت المنطشوفة حتى ما انشاف انا اخت المنطشوفة حتى ما انشاف ويا السهم ضمن بعين مطفية مسويتك جفوف يا شباك مسويتك جفوف لدللتني سنين القبل الخيم طاح للخيم دية وبعد ما شم بخور النوبة شم عباس بعد ما شم بخور النوبة شم عباس اللي هو ما بيك فيه لي عطش الرية اللي المعمود ذهب يا ناس بالشباك هذا الندموع أخوي الغالي علي
أنا أقتل من طشوفه حتى ما أنشاف، ويا السهم ضمن بعين مطفية، مسويتك جفوف تدللتني سنين، القبل الخيم طاحن على الخيم دية، بعد ما شم بخور النوبة شم عباس، اللي هو الما بي كفيل يعطش الرية، اللي يلمع مو ذهب يا ناس بالشباك، هذا الندموع أخوي الغالي علي، ويا شباك إش كبر بختك وزرت حسين، يا شباك إش كبر بختك وزرت حسين، وأنا لحضرته أشتاق يومية، إش قال لك إش قال لك من عرف رايح القاع الشام حسين هنا مضيع أخت وبنية، إش قال لك من عرف رايح القاع الشام حسين هنا مضيع أخت وبنية، ما شد العمامة عليك بالشباك، ما ود الرقية وياك تركية، ما فز الرضيع الأكبر من الماي، النهر عطشان ظل وشارب مية، يا شباك الشرف هم شفت اللي هناك، الصحت فوقها يا أخو تنسبت علوية، أو حكى الشباك خادم إش قال لك من عرف رايح القاع الشام حسين هنا مضيع أخته وبنية، ما شد العمامة عليك بالشباك، ما ود الرقية وياك تركية، ما فز الرضيع الأكبر من الماي، الطفل عطشان ظل وشارب مية، يا شباك الشرف هم شفت تل هناك، الصحت فوقها يا أخوتي انسبت علوية، أو حكى الشباك مثل حكاية العباس، يا الهواية إش نسوي بحقك شوية، جيت لحضرتك حتى تدخل التاريخ وجابتني الجفوف الكربلائية، جيت محجب أشبه محملك عنوب، يا زينب والهو يحلم يمر بيا، جابتني زلم غيرتها ما يبجود، زلم فرقة العباس القتالية دارت عن أبو فاضل وكلها إحساس، من يود الضريحي من يود الضريح الأغلى كل الناس، اتباهى وقال ولدي فرقة العباس، عمي ولدي الشباك يودونا ولدي الشباك، يودونا ولدي الشباك، يودونا ولدي الشباك، أخوي اسمه قمر على القاع وعده للسما غيمة، أميرة والزمن هيهات ما يكسرني من ضيمة، ترى المتبرع بشباك شل نتبرع بخيمة، ترى المتبرع بشباك شل نتبرع بخيمة، عمي خيمة وعباس الباليها خيمة وعباس، أهالي كربلاء الأطراف والأصناف والهيئات موجودة، ينبابس نضل خدام هاي رقاب ممدودة، يا زينب جبنا للشباك من عباس شم ريحة زنودة، عم شباكك سولنا جفوف وشباكك، وختاما دعاة تحجيه دمعاتي قبل ما يسولف لساني، يا زينب طلب عدنا يا بنت الماء إلى ثاني، عليك بداعة العباس طول بعمر سيد على السستاني، عليك خادم دعاء دعاء تحكيه دمعاتي قبل ما يسولف لساني، يا زينب طلب عدنا يا بنت الماء إلى ثاني، عليك بداعة العباس طول بعمر سيد علي، طول بعمر سيد علي، عمي ظلمة ظلمة ويضوينا بشيباته، ظلمة ويضوينا أو تاج تاج على الرأس، شكرا جزيلا للشاعر المبدع كرار حسين الكربلائي على ما قدم، تقريبا وصلنا إلى أبواب الختام، هنيئاً لكم، ولكن لا يفوتنا مثل ما نبه بعض السادة وجودنا هنا وفي كل مكان بفضل دماء الشهداء، بفضل دماء الشهداء، فنقرأ لهم سورة الفاتحة
مع الصلوات في هذا المكان المقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. أحسنتم أحسنتم على أماكنكم مولاي، استريحوا مولاي، الله يحفظكم. يا دهر سجل تاريخ تنصيب الضريح، نقرأ أبيات ما نقرأ القصائد. يا دهر سجل في محاضر رفعة نصر الحسين وزينب بنت الهدى، وانشر لبنت محمد آلاءها، مذ أن علا في الشام من فمها الندى، قل ها هنا وقفت عقيلة هاشم طودا، وما زالت شموخا في المدى، واليوم يحتفل الولاء بروضها في ذكر مولد جدها بحر الندى، حيث العطاء يعم أرجاء الدنا حتما، وطائر سعدنا قد غردا. دم يا عطاء فاض من عين بها صرح على قبر العقيلة جددا، دم إذ أتم وثبتت أركانه في فرحة الذكرى، وقلبي أنشدا الرخد، دم شباك زينب نصبا باسم الكفيل وفي ولادة أحمدا. هدية أخرى وفدت مع الشباك، هاي الهدية لها خصوصية. أولاً صنعت بأيدي من صنع الشباك، الأخوة الذين اشتركوا في صناعة الشباك صنعوا هذه الهدية وقدموها خاصة منهم باسم كل خدمة أبي الفضل العباس إلى مرقد الحوراء، وهي هذا المنبر الشريف. أنا أرجو من الأخوة هنا الكل رجاء أن يفسحون المجال للمنبر، لأن عندنا الختام على المنبر، جزاكم الله خيرا، ولأن الحوراء حقيقة هي منبر الثورة الحسينية، فكان هذا المنبر وهو هدية خدام الكفيل إلى الحوراء، هي المنبر المحيي لصبط الهدى ذكرى. وما نقرأ فقط التاريخ، عزا خذ لتنعى الصبط دوما مؤرخا، هدية خدام الكفيل إلى الحوراء. الختام، وقبل إزاحة الستار، زينب أم المصائب عندما تذكر تسبل الدموع ونسمع الآهات، فختامنا أيضا نحتاج إلى الدموع والآهات مع الخطيب الحسيني الشيخ عبد الله الدجيلي، يتفضل إلى هذا المنبر المهدى باسم خدمة أبي الفضل العباس لينزل أدمعنا في هذا المقام الشريف، ومن بعدها نفتتح الشباك الشريف. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم زينب يتقول شلونها، شلون حالة سيدة وشيعتش اليوم عندك؟ أيها الشيعة أين أنتم؟ يوم صاحوا ينادون زينب طلعوها، ينادون زينب طلعوها، احرقوا قلبها براسخ
احرقوا قلبها براس خوفها ولا بكت بالصوت اضربوا شتموا الزكيه وشتموا ابوها ولنتم يا شيعه يوم صاحت زينب بقيت محيره وصف جبلي بقيت محيرة وصف جبليدي لا عباس عجبا لها عجبا لها يا أبا الفضل عجبا لها بالأمس أنت تصودها واليوم آل أمية تبديها أيسوقها زجر بضرب متون والشمر يحدوها بسب أبيها اليوم زينب تقول شلونها ابن البواج رايحات عيون شلون اجت زينب شلون شافت خوانها هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله وهذا ملقا على قفا إلا الحسين كان مكبوبا على وجهه تقول لابن أمي اجت بقلب غايم وعلى وجهه لقيت حسين عظمها عد الله بهالمناسبة وبهالمكان ونبكي على زينب لابن أمي اجيت بقلب غايم وعلى وجه لقيت حسين نايم تدنيت وتولون شتايم نداته وصحت يا تاج العمايم ويا صوا وين الحرم راحت غنائي خوش شعر قرأ وخوش شعر سمعنا أنا خاطب الأخوة الشعراء بهالبيت هذا على زينب على زينب قصايد لا تكتبون حتكم ويا زينب بيت بيتين ليش اذا كثرا اخاف تصير ديوان وزينب وين على زينب على زينب قصايد لا تكتبون حدكم ويا زينب بيت بيتين اذا كثرا اخاف تصير ديوان وزينب وين الله تقول انا مشيت بدروب جثيره هاي فت كلمة أقولها لكم أنتم أيها الزوار الكرام خصوصاً اللي إجوا عن طريق البار وصارت عليهم صعوبة نسأل من الله تعالى أن يضاعف أجرهم أنتم بالنتيجة إجيتوا بسيارات بباصات لكن زينب إجت لنا مسبية أنا مشيت بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة شي يقولون عندك استعداد تسمع أنا مشيت بدروب كثيرة وديرة قامت تبشر بديرة شي يقولون اخت عباس جابوها اخت عباس جابوها أسيرة وأنا المن بعد وجه أديرة لا خوان عند ولا عين والله أنتم عشيرة زينب كل ما سمعنا العباسي خاطب زينب هي زينب شنو قالت له كل احنا نصيح يا أبو فاضل
لا لا هاي ما توجع يا ابو تدري بالطفل المدلل يا ابو على الماء يشقد توسل يا ابو فا لو اجيك شلون اندل كل مره زينب تروح للعباس يقلها هلا بيك لكن هالمره ايش قالها لا تجيني زينب كتلج ونين لا تجيني مقطع شمالي لا تجيني والسهم نعبت بعين يا ابو فاضي ودت انطيني الرايه شو تسوين بيها يا زينب يا ابو فاضي ودت انطيني الرايه يا ابو فاضي لارد اسويها عبا هنيئا لكم اي والله هالحضور هالنعمه هالتوفيق الكبير بعد احنا هاللحظات هاي نتوجه للضريح واحنا غير حسين ما والذنوب هواي جفتها تجي لا واحنا غير عدنا وسيله والذنوب شكرا جزيلا لخطيب المنبر الحسيني الشيخ عبد الله الدجيلي سيدتي ومولاتي تقبلينا تقبلي هذا الدموع هذا الولاء هذا القليل في رحاب مرقدك الشريف شكرا للجميع دون استثناء من علماء أعلام من مسؤولين من خدام الحسين خدام المواكب الحسينية أهالي كربلاء جميع الوافدين خدمت مرقد الحوراء زينب ونتوجه إلى الحرم الطاهر لافتتاح الشباك مع نداء إحنا غير حسين ما عدنا وسيل بعد بعد إيه والذنوب